مشاهدينا، أعلنت باريس أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون سيتحدثان هاتفيا على وقع أزمة الغواصات. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن بايدن طلب التحدث إلى ماكرون بعد إلغاء أستراليا لصفقة غواصات مع فرنسا لصالح الولايات المتحدة. وأضاف المتحدث أن ماكرون سيطلب توضيحا وتفسيرات حول ما يبدو تقويضا كبيرا للثقة، وذلك بعدما استدعت فرنسا الجمعة سفيريها في واشنطن وكامبيرا، واتهم وزير الخارجية الفرنسي جون إف لودريان أستراليا والولايات المتحدة بالكذب، كما اتهم بريطانيا بالانتهازية الدائمة. أما السفير الفرنسي في أستراليا فقد أكد أنه يشعر بحزن عميق لمغادرة أستراليا، لكنه رأى أن هناك حاجة لإعادة تقييم العلاقات الثنائية. مشاهدينا، للمزيد ارحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد قواص، الكاتب والمحلل السياسي. ارحب بك دكتور محمد، كما ارحب بضيفي عبر الهاتف من واشنطن دكتور سعيد عريقات، الباحث في الشؤون الامريكيه. دكتور محمد قواص، بدايه، لماذا تواصل فرنسا التصعيد ضد هذه الاتفاقيه؟ اولا، بغض النظر عن الموضوع المالي في هذا الموضوع، لانه سيتجاوزون هذا الموضوع المالي سواء عبر نزاعات يعني قضائيه او عبر جوائز طرديه تعطى هنا او هناك. فرنسا هي دوله من الدول المنطقه فيها في المحيط الهندي، نوفيل كاليدونيا، كاليدونيا الجديده او البولينيزيا الفرنسيه، هي اراضي فرنسيه موجوده هناك، وهي كانت جزء من هذا الجهد العسكري الامني من خلال صفقة الغواصات. ثانيا، أن فرنسا هي جزء من الحلف الأطلسي، وهي جزء من الاتحاد الأوروبي، وهي جزء من الدول السبع التي اجتمع بها جميعها الرئيس بايدن تحت غطاء إعادة إنعاش المنظومة الغربية التي هددتها إدارة دونالد ترامب قبل ذلك. ثالثا، علمنا اليوم أيضا من خلال يعني صحيفة بريطانية أن هذا الاتفاق تم تدبيره أثناء الاجتماع الأخير هنا في بريطانيا للدول السبع من وراء ظهر فرنسا ومن وراء ظهر كل الدول الأخرى. ثالثا، أن فرنسا لديها قوة أساسية، هي القوة النووية الوحيدة حاليا الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي. كان يفترض على الأقل أن تأخذ بريطانيا الولايات المتحدة بعين الاعتبار، لاحظ أن الأزمة هي أكثرها فرنسي أمريكي ليست بريطاني، موضوع الأسترالي له علاقة فقط بموضوع النزاع المالي، فبالتالي فرنسا تستطيع يعني تشعر أنها تم تهميشة في هذا الملف، وهذه السابقة بإمكانها أن تنسحب على ملفات أخرى. وبالتالي أيضا هناك أزمة داخلية، نحن على شفير انتخابات قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتالي الرئيس الفرنسي لديه مصلحة أيضا في الحفاظ على ما يسمى في فرنسا بالكبرياء أو الكرامة. أنت وصفتها في مقالة لك بأنها صفعة القرن بالنسبة تماما لفرنسا، ولكن بدأت، أنت قلت أنه التركيز على الولايات المتحدة من قبل فرنسا، ولكن بدأت السهام الفرنسية توجه إلى بريطانيا أيضا واتهامها بالانتهازية، لماذا؟ أولا، بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ووجهت صفعة ل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي. ثانيا، أن بريطانيا عقدت اتفاقا مع هذا الاتحاد الأوروبي نظمت بها علاقاتها التجارية، وحتى الآن تشعر أن هذه الدولة ما زالت غير ملتزمة ببعض بنود الاتفاق الذي لها علاقة بإيرلندا الشمالية، وبالتالي هذا نزاع. ثالثا، وأنا أريد أن أذكر بمقولة للجنرال ديغول قالها قبل، طبعا الجنرال ديغول يعني كان رفض أن تنضم بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، كان رافض بشكل آخر، وكان يعتبر أن بريطانيا هي حاملة سفن أمريكية في قلب القارة الأوروبية، ورفض فعلا، ولم تدخل بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلا بعد خروج شارل ديغول. وبالتالي هذه طبعا المناكفة الفرنسية البريطانية تاريخية أيضا، كان هناك حروب في هذا الشأن، وبالتالي أيضا تشعر فرنسا أن هناك دعني أقول طعنة أيضا في الظهر من قبل بريطانيا، وهي جزء جغرافي من الاتحاد الأوروبي، وتؤكد من جديد أنها ما زالت تابعة لأي إدارة في الولايات المتحدة، وأنه بالنهاية استطاعت أن تنتزع من فرنسا عقدا بهذا الشأن، واستطاعت أيضا أن تنافس فرنسا في موضوع التكنولوجيا التي لها علاقة بالغواصات، وأصبحت بريطانيا أكثر قربا على المستوى الاستراتيجي من هذه الموقع الأمنية، فيما هذا التحالف الأوكوس يريدون لفرنسا أن تنسحب. طيب دكتور سعيد عريقات، الولايات المتحدة تحاول تهدئة فرنسا
واسترضائها. السؤال: لماذا تخلت الولايات المتحدة بهذا الشكل عن دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي ودولة نووية ولها مستعمرات كثيرة في المحيطين؟ نعم، أولا العلاقة الفرنسية الأمريكية تعود إلى بداية الثورة الأمريكية كما يذكر الجميع. لولا فرنسا لما انتصر الأمريكيون على الإنجليز في ذلك الوقت. لكن حقيقة الأمر أن هناك علاقة خاصة، وهذا علينا أن نتذكر ذلك باتفاق، علاقة خاصة بين بريطانيا وأولادها. أولادها هم الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، ونيوزيلندا. هذه العلاقة خاصة، هم يعتبرون نفسهم ينتمون إلى ثقافة واحدة وإلى تاريخ واحد رغم المصاعب التي واجهتهم. هذا واحد. ثانيا، الولايات المتحدة تعتقد أنه لن يكون هناك دورا كبيرا لفرنسا في المحيط الهادي. هي منذ ربما منذ عام 2012 أو حتى قبل ذلك ربما منذ عام 2009 كان ما يسمى هناك الاتجاه نحو آسيا من قبل الولايات المتحدة، وبالتالي هي تريد أن تسيطر على ذلك. السبب الثالث وهو الذي ما تم الحديث عنه وهو أن هذه الغواصات هي ذات تقنية متخلفة، وعندما يتم تسليمها لأستراليا ستكون من طراز قديم وغير أهل لمواجهة الصعود الصيني. فإذا نحن نرى أن هناك إحياء للتمحور القوي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، ومن ثم الاستفادة المالية، هناك حوالي 40 مليار دولار لثمن هذه الغواصات. فإذا النقطة الأساسية هي كيف ستحاول الولايات المتحدة الخروج من أزمة المواجهة مع فرنسا، وهل حقيقة تكترث بالمشاعر والكرامة الفرنسية التي سددت لها ضربة قوية جدا في هذا الاتفاق. هل يمكن أن تحل هذه المشكلة أو المعضلة بالاتصال بين الرئيسين؟ نعم، إلى حد كبير أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من العتب، والعلاقة لن تكون كما كانت عليه دائما، ولكن في نهاية المطاف فرنسا هي بحاجة إلى الولايات المتحدة. نعم، هي حلف جزء من حلف الناتو، لكن عسكريا الولايات المتحدة تدافع عن المصالح الفرنسية. تذكر الولايات المتحدة خاضت حربين من أجل الدفاع ومن أجل تحرير فرنسا من السيطرة الألمانية الحرب العالمية الأولى والثانية، وبالتالي سيجدون وسيلة لرأس الصدع إن شئت أو لتخفيف الأزمة، وربما مرادات فرنسا بشكل أو بآخر يقولون نحن في نهاية المطاف جزء من معسكر واحد. أشكرك جزيلا دكتور سعيد عريقات، الباحث في الشؤون الأمريكية، كنت معي عبر الهاتف من واشنطن. دكتور محمد قواص، ألمانيا يلاحظ أنها تلتزم الصمت، كيف تقرأ هذا الصمت؟ تاريخيا ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، ولأن ألمانيا تشكو من هذه السمعة أثناء الحرب العالمية الثانية وتريد قدر الإمكان أن تكون، وخصوصا أنه يعني أثناء الحرب العالمية بعد الحرب العالمية الثانية أيضا انقسمت ألمانيا، فكانت بحاجة إلى هذا الدفاع المظلة النووية الأمريكية في هذا الشأن، ولذلك هي الدولة يعني على كل حال مستشارة ميركل كانت من أكثر الرافضين لمشروع إيمانويل ماكرون حول موضوع الجيش المستقل الأوروبي إلى آخره. لا تريد، وكانت واضحة ألمانيا أنهم لا يريدون أن يقوموا بأي استراتيجية دفاعية مستقلة عن الولايات المتحدة. لكن أنا ألمانيا يجب التذكير بأنه لها معاركها أيضا مع فرنسا، مع الولايات المتحدة. نعم. فقط للتذكير أنه عندما قامت المستشارة بزيارة الرئيس دونالد ترامب، أول زيارة لها، دونالد ترامب رفض أن يصافح هذه السيدة، ثم أن دونالد ترامب والإدارة الأمريكية مارست ضغوطا قصوى على ألمانيا لوقف العمل بمشروع مد الغاز من روسيا باتجاه ألمانيا عبر بحر البلطيق، ما يسمى بالسيل الشمالي الثاني. ومع ذلك ألمانيا ذهبت بهذا الاتجاه ونفذت هذا الأمر. ثالثا، أن وهذا لاحظناه كما أشرت أستاذ زياد، أن فرنسا في خلال هذا الغضب
لا يبدو أنها تحظى بهذه الرعاية الأوروبية حتى الآن. أوروبا هي 27 دولة منقسمة في الثقافة وفي الثقافة السياسية وأيضا في ارتباطات. لكن ما يهمنا نحن ملاحظة أن هذه المشكلة ليست فقط مشكلة مالية، بالإمكان حلها بهذا الاتصال ما بين ماكرون وبايدن، هو بمثابة أحد المؤشرات التي تقول أن الولايات المتحدة تذهب بعيدا عن حلفاء، مرة تذهب بعيدا عن ألمانيا، مرة تذهب بعيدا عن فرنسا، مرة تذهب بعيدا حتى عن بريطانيا. أذكر جدا هنا في بريطانيا عندما أبرمت بريطانيا عقدا مع الصين لنشر شبكة الجي 5 الجيل الخامس، أجبرت من قبل دونالد ترامب على التخلي عن هذا عن هذا العقد. بالتالي هناك شعور أن هذه الولايات المتحدة هي الأخ الكبير، لكن هذا الأخ الكبير فقط يفكر بأنانية مطلقة. المثال ما حصل في أفغانستان. طيب، الصين أعربت عن موقفها الممتعض والمتوتر حيال هذا الاتفاق الجديد، اتفاق أوكوس. ماذا عن روسيا؟ هل تشعر بذات الشعور برأيك؟ أنا لدي شعور أنه يعني روسيا أولاً ليست متوترة إلى هذا الحد. روسيا تشعر بأنها منتصرة على المستوى الاقتصادي، وهذا سلاح فعال في أفريقيا، في آسيا، في لدى المنظومة العربية، لدى المنظومة الأوروبية، وهي منتصرة إلى درجة أن الولايات المتحدة مضطرة أن تتقدم عسكريا، أن تحاول تخويف الصين عسكريا. ثانيا، أن هذا الارتباك ما بين المنظومة الغربية والولايات المتحدة، وما صدر أيضا أثناء اجتماع الجي 7 أنه يا أخي نحن لسنا معكم يا الولايات المتحدة في هذه الحرب ضد الصين، ورفضوا التوقيع على بيان يعتبر أن الصين عدوا. حتى بريطانيا عندما غيرت من عقائدها العسكرية اعتبرت روسيا العدو وليس الصين. وبالتالي هناك هذا التباين. وربما أيضا إذا ما توتر، إذا لماذا الولايات المتحدة يعني كما أشرت منذ قليل تذهب باتجاه هذه الدبلوماسية الاستيعابية الإيجابية المفرطة في الحب والغرام لفرنسا؟ لأنها لا تريد أن تفقد هذا الغرب، لأنه هذا الغرب بإمكانه أن ينقلب ويذهب باتجاه علاقات مع روسيا ومع الصين. الصين وروسيا ليسوا دول شيوعية، ليسوا دول في معسكر آخر، انتهى هذا الزمن. إذا الموضوع كان موضوع مصالح، فلدينا مصالح، بالإمكان أن ننقلب أيضا على الولايات المتحدة لصالح روسيا والصين. طيب، السؤال دكتور محمد، بالنسبة لأستراليا، تلك الدولة البعيدة المنعزلة إلى حد ما والمسالمة حتى اللحظة على الأقل، ما الذي يجعلها أو يدفعها أن تنخرط في هذا الصراع الجيوسياسي في المحيط الهندي والأطلسي؟ الخوف من الصين. الصين هي يعني دولة عملاقة تهيمن على كل دول المنطقة. الصين تعتبر أنه بحر الصين هو لها، ثرواته لها. ونحن نتحدث عن، لكن يجب أن نتحدث عن نيوزيلندا، نتحدث عن اليابان، نتحدث عن فيتنام، نتحدث عن كل هذه الدول الخائفة من الصين، وبالتالي تستدعي هذه القوة الغربية الكبرى الولايات المتحدة. وزائد أن مواجهة الصين بدل أن تكون في مناطق أخرى، تأتي الولايات المتحدة لتواجهها في قلب المناطق التي تعتبر فضاء استراتيجيا صينيا. أستراليا بحاجة إلى أن تدافع عن نفسها من قبل أخطار تلوح، والخطر ليس نظريا. لذلك هذا الصين بدأ يتحدث عن إمكانية حل الأمور بين دول المنطقة، وعلينا أن لا نستدعي الغرباء. كلام نوعا ما فيه يعني قبل ممل، يعني يذكرنا أيضا بالكلام الإيراني حول الشبكة الأمنية المحلية بدل أن نستدعي الموضوع الغربي. وأعتقد أيضا أنه هذا الحلف الثلاثي سيضم إليه أيضا بقية الدول، اليابان، ممكن نيوزيلندا، يمكن لديها مشكلة في الموضوع النووي بسبب البيئة إلى آخره، لكن بقية الدول هي ستكون أكثر قوة باتجاه الصين في حال فعلا القبضة العسكرية الصينية كانت مهددة رادعة للصين. أشكرك جزيلا دكتور محمد قواص، الكاتب والمحلل السياسي، على حضورك معنا. شكرا لك. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. ألقاكم بخير.